أشواطة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة إخوة المشاهدين لهذا السيد اللي وقعت لي هذه الحادثة وباش تشد هكاك كيف ما كيقولوا بشهادة الإخوان اللي حاضرين معنا ظلما وعدوانا هكاك باطل بأنه ما دار والو لهذه السيدة. كانوا الناس شاعلين العافية نهار الشعالة كيف ما المغاربة جميع كيديروا هذه العادة هذه معروفين بها أجداد جدودنا. السيد كان شاعل العافية. السيدة جات على أساس باش تطفيها، ملي جات باش تطفيها تقاست العافية في وجهها هنا غير ضريبة صغيرة. السيدة مشات عمرت راسها كامل فاصمها صدرها حوايجها لتحت هنا حنكها ما عارف فين باغا دير. والمشكلة ديال هادشي كامل الناس ملي غتبقى تشد غادي تخاف أمام المحكمة والدولة وكل شيء غينوض لهم، غتبقى طلع هبط طلع هبط طلع هبط. هاد الناس كاملين قالوا كلمة الحق بأن السيد ما تعدى عليها ما ظلمها ما لح عليها العافية، هي بوحدها جات ترمي شي سطل باش تطفي العافية تقاست في وجهها تحرقات. حنا اللي كنطالبوا بان البراءه ديال هذا السيد قدام هاد الناس كاملين وقدام وكيل الملك وقدام الملك. بغينا السيد يخرج براءه لانه ما تعداش عليها وما قاسها ما مسها ما حتى شي حاجه. انا هي مت هذاك الوليد اللي اتهموا ليا بحرق ديال هذيك السيده، وانايا كنطالب بالحق ديال ولدي حين ظلموه ليا بزاف بزاف. ولدي واحد من هذوك الوليدات اللي كانوا واقفين والناس وعيالات ورجاله كلشي كان واقف، وهاد السيدة تعدات لي على ولدي وهي يا أجداها واش قربها لديك الشعالة كاع هي غادي هزة السطل غتخوي في هذاك الشيء واش علات لها العافية في الشال ديالها واش علات لها معرفات غير ولدي. وأنا تعدات لي على ولدي الله ياخذ فيها الحق، والناس كاملين كتشهد والحومة كاملة كل شيء كيقولوا حرام عليها من جهة الله تعدات لي على ولدي، وأنا عندي غير وليد واحد وكيقولوا هاد الناس لاباس عليهم وأنا راجلي خدامين مع الطبيب وانا يا على قد الحال وما في حاليش وتعدوا لي على ولدي الله ياخذ فيهم الحق. واش نقول لكم وكاينين شهود، الناس شهدوا في الكوميساريه لا وليدات ولا عيالات كل شيء شهد بان ولدي راه غير مظلوم، وانا يبغاو يخرجوا لي على ولدي لا قرايته ولا مستقبله. انا خليت لهم الله والناس كاملين كل شيء كل شيء كل شيء كيشهد شهاده لله كيقول لك راه الدري غير ظلمات وهاد السيده غير ظلمات وغير ظلمات وراه حشوم عليهم من جهه الله، وكيقول لك حنايا خاصك تعطينا الفلوس خاصك وانا ما يمكنش لي انا ما عنديش وانا يا ولدي مظلوم ما يمكنش لي هاد الناس نعطيهم الفلوس ولا شي حاجه. الله راه هو فوق مني وفوق منهم كاملين، وهاد السيده الضمير ديالها الداخل ديالها راه كيقول بان راه ماشي ولدي اللي دار لها داكشي غير تبلات عليه. امها حتى هي قالتها انه بالاولى قالت راه ماشي ولدكم راه ماشي ولدكم باش يدير على شي حد اخر، ولكن هما هي شدوا ليا في ولدي. الله هو اللي غادي يخلصهم والله هو اللي غادي الله فوق من كل شيء. كان ولدي ظالم ولا هي اللي ظالمه راه الله غادي يخلصهم. السلام عليكم. انا عم الولد اللي تهمته ديك السيده بانه اضرب النار فيها وشعل فيها العافيه، لا يعقل ان العافيه وقعت نهار عاشوراء والناس كاينين فوق 50 واحد اللي ضرب عاشوراء. كيفاش هاد الدراري بجوج غيشدوا العافيه يشدوا ليسانس ويخويو عليها وقدام الناس وقدام الملاء؟ لا يجوز. ثانيا نفرض خويو عليها، علاش العافيه طلعت لها مع الشال وما خواتش على من الشعر ديالها؟ بعض الصور اللي كتلوحهم عبر الجرائد الالكترونيه وعبر الموقع ديالها في الفيسبوك كتبين ان مره وجه الوجه ديالها فيه غير شي شويه ووجه مره وصدرها ما فيه والو، وبعض الصور كتلقى ان صدرها عامر وكله دار عليه الراس، وفي الواقع ديالها انها ما عندها حتى شي حروق فانها كتباغى الطالب بمبالغ ماديه. وثانيا علاش هاد الناس هادو كاملين ملي شافوا ان الدراري خو على العافيه علاش ما ساعدوهاش؟ وعلاش شوف الواقع نقولوا سيده باغا الفلوس وكان مشكل اجرامي الناس راه عندها في الدرب يشهدوا ليها الصالح ديالها، ولكن للاسف ماشي كلشي ما كاينش. الشهود شهدوا الصالح الدراري بجوج. السيده بغات تخوي سطل زرق على العافيه، داك تخوي الاخوه تحنات شد ليها الشال في العافيه، والصهد ديال العافيه اللي طالعه في البنو هو اللي حرق لها شويه بعض الحروق، ماشي حروق، بعض الحروق اللي حرق لها وجه ديالها. هادشي ما كاينش. ثانيا كون كانت الحروق من الدرجه الثانيه وانا جاب شهاده طبيه تعطل الدار بيدها جاب سيرتيفيكه فيها 30 يوم، علاش ما مشاش للسبيطار؟ ثانيا الناس اللي طفاو لها العافيه ولا على الاقل غيعلموا الامن الوطني وغيحضروا رجال الوقايه المدنيه، ماشي كلشي ما كاينش.
ثالثا السيده مشات بحوايجها لابسه كيطمه ديالها مشات بحوايجها حتى للدار البيضاء باش تجيب سيرتيفيكا مزوره. انا اللي كنطالب به هو ان بعض الاطباء اللي كيعطيو سيرتيفيكات بحال هكاك مقابل الله اعلم حتى يتحقنوا حتى يتاكدوا راه باش انسان يمشي باطل حشومه وعايب وعار. وكنتمنى من هاد السيده هادي اللي في الواقع بان الضمير ديالها هي راه كاينو كيألمها الان، ولكن انا كنطلب وكنعنطلب من السلطات المحليه ومن الامن انه الا فعلا ثبت ان ولد خويا هو اللي وقع انا بغيتهم يعطيو مؤبد، ولكن بغينا الواقع اللي بغيناه هو المسطره القانونيه تتخاد. ولا تجبرات هاد السيده ظالمه راه خاصها تاخذ الحق ديالها. انا راه خويا راه ها والدر والمشكل هو ان الطفل مازال قاصر الا عنده 17 عام ما عمره ما عنده لا احتكاك معها لا والو. هو كطالب سيدي قالت لك باغا 6 مليون تعويض وباغا تمشي عند طبيب تجميل وثالثا تبعوا لها مع طبيب نفساني. كو كان الدري داير نقدروا نساوموها، ولكن المشكل الدري ما دايرش. كو كان الدري داير نطالب ونمشيو عندها ونشيخوا عليها ونديو لها الناس ونديو لها الرجال، ولكن للاسف اخويا راه ما كاينش معاه من تفاهم. غير كنمشيو عندها ان باش دير تنازل على القضيه راه ما راه الدري مظلوم كنلقاو غير العيالات ما كاينش الرجال عندهم اللي كيدخلوا معانا. خويا ما اللي غنقول واللي كنطالب به كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا نادمين. صدق الله العظيم. الاسم ديالي جدًا لطفي، أنا الأب ديال الطفل القاصر محمد. السيدة راه ما كاينش ديالها حرق لا والو، غير بغات تظلم الابن ديالي، وهما كيقولوا بأنني رجل نافذ. أسيدي راه أنا كنخدم هو مريض وماشي حتى في القطاع ديال الصحة مع الدولة، أنا كنخدم غير في قطاع خاص وغير في كابيني، والأجرة ديالي يعني ما كتعداش حتى 2000 درهم. وهاد الناس كيقولوا بأنني رجل نافذ وعندي. أسيدي هاد السيدة ظلما وعدوانا وحسبي الله ونعم الوكيل فيها، أنا بغيت تدمر المستقبل ديال الدريري عنده 16 عام وما دايرين الدراري حتى شي حاجه سيدي. ونتمنوا مع الناس يتعاطفوا مع الابن ديالي، اسيدي الابن ديالي راه ما داير حتى شي حاجه.